من صميم قلبي أقول رضي الله عليك يا سيدي. لا نقول رضي عليك، بل نقول رضي عنه، رضي فلان عن ابنه. حقا في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الشاعر: إذا ما لقيت الله عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك. رضيت سيوفك عنك يوم لقيته، وأجبت داعي الموت حين دعاك. ولكنني أحفظ بيتا لشاعر يقول فيه: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. لعمر الله خطأ، الصواب لعمر الله بضم الراء. ففي لغتنا الجميلة لا يوجد رضي على، أليس كذلك يا آنسة قواعد؟ بلى يا سيدي، الأصل والقاعدة أن نقول رضي عن. يبدو أن الأستاذ لم يصدق نظامتنا. عفوا يا آنسة قواعد، وإنما رغبت بالتأكد. أنت ذا قد أوقعت نفسك في خطأ لغوي آخر. لا يقال رغبت بالشيء، بل يقال رغبت في الشيء، أي أردته، وعكسها تماما رغبت عن الشيء. لا شك في ذلك، ففي القرآن الكريم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟